المعركة كانت صايرة هاني تحت. الرسول سلام حط صحابي على جبل فوق هاني، شوفوا وين؟ ما شاء الله. حط الرماد. الرماد تعرف شو هو الرمح يا قيس؟ بون ارو. بون ارو صح يا خليل؟ كسبة. اوكي. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي انه شو ما يصير تحت ما تنزلوا. شو قال لهم يا خليل؟ تعوا اقف حدي يا بابا. ما ينزل. المهم وقفوا هاني وبلشت المعركة. انتصروا عليهم المسلمين. ففكروا الرماد. فشو فكروا الرماد؟ انه شو صار بالحرب؟ ربحنا خلصت. شو صار بالحرب؟ انه خلصت صح؟ صح؟ قام شو عملوا هن؟ نزلوا. بس شو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تنزلوا. شو عملوا؟ خالف. نزلوا. خالفوا. خالد بن الوليد رضي الله عنه هو كان قائد الكفار، كان ما كان اسلم بعد. فشافوا انه ما عاد شافوا الرماد نزلت. قام لف ورا الجبل. رجع بالجيش، لف من ورا الجبل وجع عند المسلمين وخسروا المسلمين وقتها. ليش خسروا؟ لأنه ما سمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما طاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا شو متعلم منه درس يا بابا؟ إحنا نطيع الله ورسوله. اتفقنا؟ السلام عليكم.